البنات راه ما لقيت فيها والو الاخوات، هذه راه ما فيها لا دود لا حتى شي حاجه. هذه البنات راه زوينه خذوها، فيها كيلو البنات راه ما فيها والو البنات، دايره 85 سنتيم. ها هي البنات الروز البنات اللي كيعجبني كناخذو ديما ديال بسمتي البنات، شي حاجه رائعه. كيجي البنات دجاج بالروز، سوا درتي فلان بالروز، سوا درتي الروز بلي فخوي البنات، كيجي رائع، كيجي مفرق زوين البنات، وديما ديما كتلقاوه في اليد البنات. البنات الزوينه راها مشويه، كتكون مشويه وديرينها في القراعي البنات. هادي كنستعملها انا البيتزا، كتجي رائعه الاخوات، راها رائعه. راه ديجا البنات بارطاجيتها معكم، زوينه ديال لاكويزين هي البنات، باش كنصايب الحلوه باش كنصايب كلشي البنات. وارخص زبده كتبقى في اليد البنات، راه الثمن ديالها غير قرود 49. هادو راه داروا اليوم غير انوغ، هانتوما البنات انوغ. كتجي هاد لاباري فيها روشارج، وعاد هادي كتجي فيها البنات ثلاثه ديال الروشارج، كيجيو هكا في طواليت اعزكم الله، المهم كيخليو ريحه زوينه غير انوغ البنات. كم البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير. المهم البنات اليوم جودي جينا نشوفوا لاغيفاج ديال ليدل. على الدخل البنات حاطين هاد ليكاجي ديال ليمون، البنات ديال المغرب دايرين ليه 2 كيلو 4.99 الاخوات. حاطين هاد التفاح، هذا البنات زوين، هاد التفاح دايرين ليه 4.79 الكيلو، 4.79. وحاطين البنات القرقاع، القرقاع راه من السيمانه اللي فايته بروموسيون وباقي البنات بروموسيون، دايرين ليه الاخوات الكيلو، الكيلو 2.99. التفاح هذا ديال جولدن، هذا كيجي هكا دي باركيت كومسا البنات، فيها 6 ديال التفاحات، الثمن ديالها 4.99. وكاين هذا الفريز، هذا البنات راه ديال المغرب، فيه 500، كيجيو دي باركيت كومسا البنات، حلات ليا انا هذا البنات دي باركيت كومسا، فيهم 500 غرام البنات، الثمن ديالهم 2.99. مطيش الاخوات كاينه على هذا الشكل، هذا فيها كيلو كيلو البنات، هذه شويه في الثمن، الثمن ديالها 2.69، ماشي بروموسيون. هذا الموديل البنات راه غالي، راه دير 2.49 بودنجان البنات، دير 4.49 الفلفل البنات 3 اورو، كتجي هكا فيها 3 اورو فيها 500 غرام، 3.49 البنات. الاثمنه غاليه. الكورجات 2.99، زوينه زوينه البنات. المهم ندير لكم واحد شويه على هذا الشكل، هذا تعرفوا غير شنو كاين فريمون البنات، الاثمنه ما بانتش ليا شي حاجه رخيصه. كاين هاد الشوفلوغ هذا البنات 2.99 البنات. غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله سبيسيال، انا مشيت ان شاء الله مشيت سامدي اللي فات للمارشي ديال طرار، وعرفتي البنات شريت كاجيطه قد هكا ديال الماندارين، ديال الماندارين الاخوات شريتها ب 15 اورو. شريت البانيويات البنات، الا مشيتي بكري 3 اورو بانيو ب 3 اورو ديال الخضره كلها اللي هزيتي، والا مشيتي ما مشيتيش بكري 2 اورو، فهمتوا الاخوات؟ غير 2 اورو. غندير لكم البنات واحد الجوله سبيسيال، راه كيكون شويه البنات المارشي كتكون شويه الاثمنه رخيصه، ماشي كاع في المارشيات، وما تمشوش ليا البنات في الصباح بكري. بالنسبه اللي باغي شويه الثمن رخيص، اما اللي ما كيهموش الثمن يمشي الصباح بكري. بغي مول البنات انا كنتقدا المارشي ديال طرار، راه رخيص في الثمن. ان شاء الله ندير لكم فيديو سبيسيال. هاد لي سبيناكات هادو الثمن هادو بروموسيون هاد السيمانه 2.99. البنات في اول تعليق واحد الفيديو، واحد الفيديو كنت درته من الاوائل الفيديوهات اللي حطيت في القناه ديالي، درت لكم واحد الوصفه ديال لي سبيناكات مع الحمص، راه كتجي زوينه. غنحط لكم الفيديو البنات في اول تعليق، كنتمنى ما ننساش، والا تفرجتوا فيا ما تضحكوش عليا. انا حط لكم واحد الوصفه كتجي رائعه البنات، كنت كندير لكم الطياب في الاول مي ما لقاوش مشاهده، عرفتي المشاهده طايحين داكشي باش قلبتها. نمشي يا اختي على البري مارك، باركه عليا 2.99 راه زوينه السبيناكات. هما داروا بروموسيون في هذا البنات، ديما تنسى سميتو، هذا بوراس ماشي بوراس، المهم لفت لا، المهم ديري. والله البنات وقالت لي واحد البنت والله تنسيتو، البنات راه دايره لي بروموسيون، كيجي فيه كيلو الاخوات 2.79. اللي عشاق الكسكسو. جوله هكا الاخوات، المهم على الدقيق وعلى نشوفوا الخمارات ونشوفوا، المهم نبدا لكم مايزينا البنات، نديروا واحد الجوله. المايزينا البنات كتجي على هذا الشكل هذا، فيها 400 غرام، الثمن ديالها 4.34. كاين هذا لاشابلوغ هذا البنات اللي زوين، هذا انا كناخذو ديما من اليد البنات، فيه 400 غرام، الثمن ديالو 89 سنتيم. كاين البنات هاد الخماره هادي شي هادي مكسكسه البنات، كنقول لكم انا ديما مكسكسه ملي كتجي الحبيبات. البنات فيها 6 ديال لي شاسي، وكل شاسيه فيها 5 غرام البنات. ها هي شتو فيها 70، دايره 70 سنتيم. هادي ديال الخبز الاخوات، وهادي كتكون رخيصه، هادي نورمالمون هادي راه كنديرها غير 20 سنتيم، زادوا فيها 6 سنتيم. هادو كيشوفها 6 ديال لي شاسي، وكل شاسيه البنات فيها 11 غرام، 11
26 سنتيم. وكاين هاد الخمارة هادي حتى هي البنات، هادي دايره 46 سنتيم، فيها 66 غرام، هادي فيها 6 ديال لي شاسي، وكل شاسية فيها 66 غرام. وكاين هاد البنات هاد الخم، هادي فاني، هادي سكر فاني، هذا البنات هذا فيه 75 غرام، هذا 75 غرام البنات. فريمون زوين هاد الفاني هذا، انا ديما كناخذو البنات من ليدل، اورو 88. وكاين هذا رخيص، هذا داير غير 77 سنتيم، فيه 10 ديال الشاسيات، حتى هو 10 ديال لي شاسي، وكل شاسيه فيها 7.5 غرام البنات، 7.5 غرام. يعني هاد الموديل هذا فيه 75 غرام، وهاد الموديل هذا شو ديال ديفيرونس البنات، وهاد الموديل هذا فيه غير 7.5 غرام. يعني فريمون هادي زوينه البنات، هادي دايره 75 سنتيم، 77 سنتيم، داكشي باش رخيصه. المهم نجيو لهاد السكر هذا، هاد سنيده البنات، كتجي على هاد الشكل هذا مع وش البنات. هادي الثمن ديالها 750 غرام، الثمن ديالها اورو 59. نجيو لهاد شنو هذا، هذا السكر البنات، هذا السكر بيو، بيو فيه 500 غرام سكر بيو، دايرين فيه هاد قصب السكر، شتو البنات، بيو الثمن ديالو اورو 66. بالنسبه للبنات هاد الدقيق هذا راني قريته ولقيت بحال فيه، يعني كنقرا انا غير البروتين البنات، لقيت فيه بحال فيه هذاك. المهم نبدا لكم ثاني بالسكر البنات، ندير واحد الجوله هكا. السكر الاخوات كيجي فيه كيلو، الثمن ديالو اورو 49. كاين هاد السكر هذا كنقولوا ليه حنا المقروط، ولا البنات هذا فيه كيلو حتى هو، الثمن ديالو اورو 75. وبالنسبه للطحين الاخوات، انا هاد الطحين هذا البنات الزرقاء البنات، عييت من قلب من قبيله الاخوات، والله حتى من قبيله وانا كنقرق البنات، راه ما لقيت فيها والو. البنات اللي عارفه شي حاجه تكتب لي ميساج. البنات هادي ما لقيتش فيها الدود، هاد لافارين هادي ما لقيتش فيها البنات حتى شي بروتين، حتى حاجه البنات ما مكتوبه، وراه اوبليجي الا كانت فيها شي حاجه خاص تكتب. الحمراء البنات لقيت مكتوبه البروتين، مي هاد الزرقاء البنات ها نتوما راني ما لقيت فيها والو الاخوات. من قبيله وانا كنشوف وكنقلب البنات هاد لافارين الزرقاء هادي راه ما فيها والو، هاد لافاغي البنات خذوها راه ما فيها حتى شي حاجه. البنات راه دايره 85 سنتيم، ها هي 85 سنتيم البنات، هادي ما لقيتش فيها، مي الحمراء لقيت البنات، الزرقاء ما لقيت فيها والو. البيض الاخوات عرفتي راه ليدل كيطير فيه البيض، ليدل فريمون ديك المره كتبت نصور لكم اخر مره عرفتي ما لقيتوش، وشو دابا شحال بقى من ارخص البيض البنات انا كنلقاه في ليدل. المهم هاد كيجي هاد الموديل هذا البنات، كيف كتشوفوا البنات راه بروميير كاليتي البنات، فيه 30 بيضه، الثمن ديالو 4 اورو 99. 99 كاين هاد الموديل هذا الاخوات، حتى هو زوين هذا، شحال من خطره كناخذو اختكم بشرى كتحماق على البيض. هذا حتى هو البنات بروميير كاليتي، الثمن ديالو فيه 12 بيضه، الثمن ديالو 2 اورو 65. زيت الاخوات كتجي هكا فيها 3 لتر البنات، راه باقا بروموسيون من 10 اورو 29، ديري ليها نافوغو 79، 3 لتر البنات بنافوغو 79. الجلبانه راه اول مره كنلقاها في ليدل، جديد ديال ليدل الاخوات. المهم كتشوفوا بروميير كاليتي البنات، فيها 750 غرام، كتجي هكا في قريعه ديال الزاج، اول مره كنلقاها. الثمن ديالها اورو 17 البنات، اورو 17. الفلفله اللي زوينه هذه كتكون كيكونوا شاويينها البنات، كتكون مشويه البنات، وكيديروها في قرايه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. تبارك الله فيها 620 650 غرام. هذه البنات كتجي زوينه هكا في البيتزا، زوينه زوينه. انا البنات مع كيف قلت لكم كنت خدامه في مخبزه في اسبانيا، كنا البنات كنديروها فوق البيتزا، كنديرو بيتزا ديال الطون كوم سا سميتو، وكنشدو هادي كنقطعوها شرائح وكنديروها من الفوق ديال البيتزا. البنات كتجي رائعه والله البنات، رائعه كتجي في البيتزا. الثمن ديالها 2 اورو 32. دابا المطيشه البنات كاين هذا كيجيك، ايوا كتجي على هاد الشكل هذا البنات، كتجي فيها دي مورسو البنات بروميير كاليتي، فيها 3 ديال الحكيكات البنات شفتو. المهم وكل حك 3 ديال الحكيكات، وكل حك البنات فيها 400 غرام، الثمن ديالها 2 اورو 35. وكاينه هذه اللي كتجي في الحريره، كتجي رائعه البنات، هاد المطيشه هادي كتجي في الحريره زوينه. هادي المهم الثمن ديالها 79 سنتيم، هادي كتجي في الحريره رائعه البنات. وهادي البنات راه كتجي زوينه، هادي كتجي في البيتزا، هادي البنات انا ما كنديرهاش في الحريره ما كتعجبنيش،
كنديرها في البيتزا وكنديرها في لاباط. شو الناس زوينه. المهم هذه الثمن ديالها اورو 27، كيجيو فيها ثلاثه ديال هكا. راه كتكون دي فوا كيكون حتى في الموديل، تتكون حتى في هكا كبار. زوينه هذه البنات، ولا مارك ديالها راه واعره. ثلاثه البنات وكل كرتونه فيها 200 غرام اورو 27. وكاين هذا الموديل هذا الاخوات اللي كيجي على هاد الفله، كتجي فيه مطيشه صاينه كوم طال البنات شفتوا. بخي نتوما بغيتو تقطعوها بغيتو تطحنوها، الثمن ديال البنات 89 سنتيم. اختي دابا جاي رمضان الحريره، الحريره مطيشه مطيشه، وخصوصا دابا مطيشه دايره السنان. ما نعاود لكمش البنات، مي غادي ندوزو باش مكتب لينا الله سبحانه وتعالى. هذا ديال 89 سنتيم، وكاين هذا الموديل هذا حتى هو راه باقي ندير ليه بروموسيون. هذه كتجي بحال حنا مطيشه ديال الحكم. شو زوينه هاد المطيشه، فيها اربعه ديال الحكيكات البنات، راه ديال 14% من 3.70 غتبقى لكم ب 3.18. هذه البنات اللي زوينه، هذه البنات راه رائعه البنات. هذه تجي في الكفسه، واحد البنت كتقال لي شهيتيني واشرا في الكفسه. هذه البنات دابا علاش البنات كنوري لكم هاد لي صوص، لان مطيشه غاليه الاخوات، عرفتي راه وصلت 4 اورو، واصله مطيشه غاليه. لهذا هو الحل البنات، يعني نورمالمون انا ما كنبغيش البنات هادشي ديال لي بواط، ما كنبغيش بكل صراحه. انا واحد الانسان عز عليا البنات، كنشري الخضره كنشري كنبغي داكشي ناتشيو، فهمتوا البنات. ديما كيف قلت لكم البنات، السوق ديال طرار ديما كنمشي ليه حيت رخيص بالحق، ما كنمشيش اختي بكري، ما كنمشي حتى لديك اللحظه ل 12 كوم صافي فاش كترخص القضيه. اما البنات بالنسبه اللي ما عندكمش الحل البنات، هذا انا كنفضل الكفته، طويجين ديال الكفته ديري اختي تحكي واحد مطيشه وتحكي ماشي مطيشه، كتحكي مطيشه تبارك الله البنات، ومطيشه طبيعيه. ولكن اختي الا كانت مطيشه دايره 5 اورو واش نو. كاين هذا البنات راه زوين، هذه كتجي هكا فيها خضيره، فيها البصله، فيها خزو، فيها مطيشه زوينه البنات وناتشور. هيا ما عندك مناش تخافي، بروميير كاليتي هذه زوينه، ديريها هكا علاش ما درتيها في اي حاجه البنات، تجي يعني زوينه. كيف قلت لكم الثمن ديالها البنات غير اورو 65، زوينه فريمون قريعه هكا دير لك طويجين زوينه. بغيت نقول لكم واحد القضيه، تبقاو تردوا البنات البال البنات، بحال دابا هذه غادي تجي انت غادي تاخذيها تبقاي تشوفي، راه كاينه مطيشه اللي فيها اللحم. هاي البنات شفتوا، كاينه اللي فيها اللحم، كاينه اللي فيها فريمون الدجاج، كاينه يعني راه ماشي اي مطيشه شفتوها حمراء كوم صا محكوكه. راه ديما البنات تبقاو تردوا البال، كاين اللي ما كيردش البال البنات، راه كاين اللي كيكون فيها اللحم. انا حك وقعات لي واحد النهار لحقت وهزيت حتى للدار فاش جيت بغيت نحل، عرفتي رميتها غير في الزبل، انا لقيت فيها اللحم البنات، لقيت فيها اللحم امور سويت. نقول لي بشرى ما كتشوفيش، شوفيها انت بحال دابا هاد لامارك هادي، انا هضرت لكم على هاد الموديل هذا ديال هاد لامارك هذا، ها هو خوها اختها هي فيها اللحم شفتو، خذ هاد لامارك هي فيها اللحم. هذاك الشيء باش البنات ردوا البال. شو البنات هاد الموديل هذا راه ناتشور ما فيه والو الاخوات، ورخيص فريمون ثمن زوين اورو 65. البنات ديال البسمتي هذا كيعجبني انا الاخوات، هاد الرز راه زوين 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 ديال البسمتي البنات، فاش كطيبيه كيجي مفرق، كيجي تبارك الله كتكون الحبه ديالو كبيره وكيجي زوين. فاش ما درتيه البنات تقدري ديريه فلان ديال الرز، تقدري ديري هكا شلاضه ديال الرز، ولا الدجاج بالرز، ولا البنات هكا كديري البنات الرز مع لي فخوي، ما عمركم جربتوهم؟ كيهبل كيجي زوين الاخوات. المهم البنات فلان ديال الرز اي حاجه البنات درتيها كيجي زوين. هذا الرز ديال البسمتي البنات هو اللي كناخذ انا، كيعجبني هذا الرز ديال البسمتي، هذا فيه كيلو الاخوات بروميير كاليتي كيف كتشوفوا، الثمن ديالو 3.77. وكاين هذا الموديل هذا البنات، هذا حتى هو ديال البسمتي هذا الاخوات، هذا قال لك يعني في هذا تقريبا تي شاسي البنات، اربعه ديال لي شاسي ها هما كيجيو على هذا الشكل، هذا اربعه ديال لي شاسي، وكل شاسيه فيها 125 غرام. المهم البنات كيجي على هذا الشكل، هذا الرز ديال البسمتي هذا زوين الاخوات. المهم هذا الثمن ديالو اورو 94. وكاين هذا الموديل هذا البنات، هذا حتى هو فيه كيلو، كيطيب في 10 ديال الدقائق هذا الموديل هذا، هذا البنات الثمن ديالو اورو 69، هذا شويه رخيص فيه كيلو البنات. كنقولوا لحنا الكرافات البابي البنات، هذه راه دايري لها بروموسيون 10% البنات من 82 غتبقى لكم ب 73 سنتيم. علاش جاني الضحك البنات؟ كنضحك تفكرت كنت قلت لكم المره الاخيره البنات شكون اللي كيستعملها على شكل تريد، وشحال من الاخت كانت كتبت لي قالت لي راه حنا كنستعملوها. البنات راه كطيبوا الدجاج بالعدس بحال الا كتبغيتوا تصايبوا لاصوص ديال التريد، بحال الا بغيتوا تصايبوا لاصوص ديال التريد، وفي الاخير كتشدوا فاش صافي. المهم واحد 10 دقائق هكا فاش كتلقاو لاصوص هكا زوينه واللحم طاب كترميو هادي وكتخلطوا البنات وكتخلطوا، وفي الاخير كتاكلوها هكا بالعدس، كتسربيوها هكا في الطبيصلات ولا، وكتحطوا كيجي فوقها العدس وفوقها الدجاج، راه كتجي زوينه. وديري الثومه وديري كلشي بحال الا بغيتي ديري الرفيسه العاديه،
كتجي شكرا ربي يحفظك كتجي زوينه. هذا ديال التصبين ليكيد فيسي الاخوات فيه 40 بغيت نقول لكم 440 تصبينه البنات. راه دير لي بروموسيون شو هذا الزواق ديالو كيحسب لي اريال والله البنات. البنات دير 4.39 ها هي الاخوات 4.39 وفيه 40 اصله 40 اصله. كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا الموديل هذا البنات. راه فيه كيف كتشوفوا البنات فيه 23 تصبينه 23 كابسيل البنات ديال التصبين ريحته زوينه البنات. المهم ديري لي 50% سيغ لو دوزيام. الاول 5.19 والثاني البنات كيبقى لكم غير بجوج.59 غنجي معكم البنات. هادو اللي كيعجبوني بزاف انا البنات راه عندي كنستعملهم هكا فاش كندير الدجاج مشوي في الفران البطاطا البنات فاش كتبغي ديري هكا مع الدجاج ولا مع اللحم ولا كديري شي حاجه مشويه فريمون البنات. ولا كاين اللي يقول بزاف د الحوايج هذا الحبق البنات الحبق تيجي حتى في بيتزا تيجي البنات. هذا اليزير نو هذا البسباس هذا بسباس هذا البنات البسباس حيت كاين البسباس كاين اليزير كاين الاخوات حتى الزعتر. ها هو الزعتر كنستعملو بزاف البنات انايا زوين هذا ما كنتش كنعرف البنات منين نشري. ها هو الزعتر الاخوات غير 49 سنتيم حتى هذوك البنات راه غير 49 سنتيم. الزعتر كاين اليزر البنات كاين الحبق فريمون البنات كلشي كاين كيكونوا هكا. كاين حتى هاد الثومه هذه اللي كتعجبني البنات هذه راه دايره 82 سنتيم. ثومه كتجي هكا منيله البنات زوينه. كاين البنات القرنفل ها هو البنات قرنفل €9.63. كاين البنات فريمون هكا تبزيره كاين هاد الخرخوم هذا 85 سنتيم شو البنات. كاينه هادي البنات من قبيله وانا كنقلب على سميتها عرفتي مشات ليا من دماغي. هاد البنات كتجي زوينه كديري واحد شويه انا كتكون عندي هكا كنحكها في الحكاك كتجي في البيشاميل زوينه البنات. ها هي ما عرفتش البنات سميتها مشات ليا من قبيله وانا كنتفكر. المهم هادي الثمن ديالها €2.85 فريمون البنات. كاين هكا بزاف ديال لي زيبيس كاين البزار ها هو البنات البزار €85 كاين الخرقوم كاين كلشي البنات اي حاجه بغيتوها. كاين هادو بيو كيكونوا شويه غاليين هادو شويه المهم €19 فهمتوا البنات. وكاين هادو اللي ما كيكونوش بيو. وعاد انا بغيت نبارطاجي معكم واحد القضيه كيكون البنات القزبر يابس القزبر ما لقيتوش. المهم كاين هادو كيجيو هكا فيهم الربيع وفيهم البصله وفيهم الثومه غير €39 وكيكون هذا فيه الاعشاب هكا حتى هو الزعتر وكيجيو هادو زوينين البنات هادو فنيونين هادو ثمنهم €25. المهم هادي كتجي البصله ها هو هو القزبر شو البنات هذا القزبر هذا حتى هو كيجي زوين البنات كيجي المشاوي هذاك الشيء البنات اللي كنديرو في الفران زوين هذا قزبر يابس. المهم الثمن ديالو €29 كتجي قريعه ديال الزاج على هذا الشكل هذا €29 مر البنات. راه كيجيني دايري لي البنات ثمن مناسب 500 غرام الاخوات الثمن ديالها €85. وحتى هذا البنات حتى هو راه تمر هذا كيجي فيه 200 غرام كيجي هذا بحال معسل البنات الثمن ديالو هذا €80. المهم حاطين واحد كنشاركت معكم ديك المره البرقوق وقالت لي واحد الاخت راه ماشي الثمن ديالو هذا اختي هذا هو الثمن ديالو €23 البرقوق هذا البنات فيه 500 غرام البنات راه ناقصين فيها ماشي بزاف الميره ناقصين فيها البنات دايره 81 سنتيم غتبقى لكم 77 سنتيم. هاوات البرومو ديال الزبده راه دايرين هاد المارغارين هادي البنات راه دايرين ليها بروموسيون. هادي ديال فيتال الاخوات زوينه هادي طغنيسول كيف كتشوفوا البنات راه كنديرها €86 وغادي تبقى لكم غير €73 €73 الاخوات. المهم كاين هاد الموديل هذا حتى هو هاد زوينه هادي حتى هي البنات هادي دايره جوج الاورو و40 €2.40. كاين هاد الموديل هذا البنات حتى هو راه ناقصين فيه هادي ديال هادي البنات هادي راها شحال دايرين فيها راه فيجيتال 100% البنات هادي. المهم كندير €99 €82 ما ناقصينش بزاف منكم ما راه ناقصين شويه البنات. كاين هاد الموديل هذا حتى هو البنات هذا راه بيو هادي بيو البنات راه دايرين ليها هادي زبده البنات راه ماشي مارغارين زبده كندير €69 ودايرين ليها €31. انا راه تناخذها بزاف من ليدل هاد الموديل هذا الاخوات هذا راه داير الثمن ديالو €55. وكاين هذا الموديل هذا الاخوات غير €35 €35 250 غرام البنات هادي راه فيها اللي مالحه واللي ما مالحاش بزاف هادي راه فيها دي موديل البنات غيبا ليا ما محطوطاش السلعه بزاف ها هي اللي ناقصه في الملحه شتوا ها هي €27 وهادي €35 هادي البنات ناقصه في الملحه زوينه ناقصه اللي ما كيبغيش الملحه بزاف.
البنات راه سبق لي بارطاجيتها معكم. هذه راه زوينه، هذه البنات راه هي باش كنصايبوا الحلاوي زوينه فيتا دوغ. البنات راه ديري ليها اورو 49 كتبقى البنات من ارخص هكا، من ارخص هكا المارغرين زوينه. هذه البنات صايبوا بها الحلوه، صايبوا اي حاجه ورخيصه. البنات الثمن ديالها كيف كتشوفوا 500 غرام غير اورو 49. تيشوفي داروا ليهم غير انغو اورو البنات. ها هي هادو الاخوات كتجي هذه فيها هاد اللعيبه هذه، هاد لاباري هذه، وكتكون فيها واحد الريحه معاها، فهمتوا البنات؟ ها هو الروشارج ديالهم. شوف يعني هذه كديريها في الطواليت اعزكم الله، ولا فين ما درتيها كتلصق في الحيط، ولا فين ما بغيتي تلصقيها وكتبركي عليها وكتعطي الريحه. يعني تكوني هكا في الطواليت تبغي تخرجي كتبركي عليها وكتخلي بلاصتك الريحه، يا اختي الورود الورود زوينه. الناس كاين ديروا ليها غير انغو الاخوات، غير انغو كاين هذا، هادو الروشارج ديالها كيجي هذا فيه شحال، فيه ثلاثة. المهم هذا البنات شفتو، المهم كتكون فيه وحده ولا جات ما عرفتش، ما كتبينش البنات شحال فيه من وحده. ثلاثه ها هي، فيها ثلاثه الاخوات، ثلاثه الروشارج ديال هاد لاباري هادي، وفيهم ريحات هادي ديال الورد، هادي ديال السيترون. زوينين البنات، راه دايرين لهم غير انغو. ها انغو يا اختي. بالنسبه للنفخ سبيسيال راه مازال ما حاطينش بحر، غادي يبداو يحطوا البنات. الجديد وهو ان الاخوات جيبي لي زيبيس اللي بارطاجيت معكم في ليزل ديال لوزان، الا بغيتوا البنات دخلوا تشوفوا راه دايرين كاع لي زيبيس اورو 40، وحتى جنجله البنات دايرين 240 غرام، ديري ليها البنات اورو 49. المهم البنات كنبغيكم بزاف، تهلاو فرصكم، ما تنساوش واحد جيم بارطاج فيديو، واللي مازال ما درش ابوني دير ابوني. كنبغيكم بزاف، مع السلامه.